في الحياة الاجتماعية. شوارع وأزقة مدينة المهدية تملأ بعضها الرمال الزاحفة من الشاطئ. تعمل الجرافات على إعادة هذه الرمال إلى مكانها الطبيعي في عمليات متواترة. في الروبورتاج نتعرف على عوامل هذا الزحف ومدى تأثيره على المدينة وشاطئها. حسن لحمدي، أمين حتو. مشهد الجرافات يتكرر ليل نهار لإزاحة الرمال وإعادتها إلى مكانها الطبيعي. في هذه السنة ازدادت حدة الزحف بشكل مقلق. ردوا اكثر من 4 مرات ولا 5 يرجعوا هذه الرمله، وفي ظرف 3 ايام او الى جريح يبدك الصوره تاع 20 ولا 30 تبقى الرمله تطلع. ما تاثير هذا الزحف الكاسح للرمال على التجهيزات العموميه وعلى الازقه والشوارع وحتى على محميه بوغابه؟ ظاهره تلقي بظلالها على القطاع السياحي. شفناها طلعات بواحد الشكل اللي فات 5 متر في اون سيزون، في سيزون وحده، وهذا كيأثر علينا بشكل مباشر حنا المستثمرين. وفاش كتزحف الرمله للشارع كيدي الى خنق لي كاناليزاسيون ديال لي زو بلوفيال وداك الشيء. في هذا المكان يعانق شاطئ المهديه المحيط الاطلسي ومصب وادي سابو. البعض يلقي باللائمه على زحف مماثل، وهذه المره للاسمنت المسلح الذي ربما غير من معالم الشاطئ ما جعل الرمال تخرج عن مسارها الطبيعي. وانا كمختص في المجال البيئي كنظن بان هذا الشيء هذا كيرجع لديك الكورنيش اللي تبنى اكثر من 10 سنوات هذه بدون دراسه. قبل تما كانت كتبان رمليه، كان ملي كيجي الريح وكيبدا تصوت هذا الريح هذا باش تخرج هذه الرمله، كانت تما عندنا كنهار الرطم. ديك الرطم كان كيحافظ على هذه الرمله وكيرجعها للشاطئ. اليوم ملي تبنى ديك الكورنيش رجعت كتجي الموسم ديال الرياح، هذه الرملة هذه كتخرج بواحد الشكل قوي بزاف. هل الإنسان هو المسؤول الأول عن الإخلال بالنظام الأيكولوجي؟ وكم يكفي من الوسائل اللوجستيكية للتخفيف من غضب الطبيعة؟ في ظل هذا الوضع، ما هي الحلول الاستعجالية لإيقاف هذا الزحف؟ خصنا نفكروا واحد الخطة ديال تثبيت ديال الكتبان الرملية كما كان من قبل. كانت تضافر جهود ما بين الجامعة والوزارة ديال التجهيز وكذلك المياه والغابات. هل تثبيت الرمال المتحركة كافي لحل هذه المعضلة البيئية في منطقة تتهيأ لاستقبال السياح والمصطفين، إذ تشكل السياحة الأيكولوجية دعامة أساسية للاقتصاد المحلي؟ نواصل مع البيئة، وتلتحق بي في الأستوديو الزميلة نادية اليوبي في الفقرة الأسبوعية البيئية. نادية أهلا بك. أهلا بك. احتفل نادية أمس باليوم العالمي للأرض واختير موضوعا لهذه السنة أخطار البلاستيك. أين تكمن أخطار هذه المادة؟ نعم، تكمن أخطار البلاستيك في احتوائها على كمية جد عالية من الرصاص، فهي مصنعة من المواد النفطية وهي أيضا غير قابلة للتحلل العضوي، فعند رميها تحت أشعة الشمس تخرج مجموعة من الغازات الضارة جدا. فبالتالي السؤال هو كيفية التخلص منها. التخلص منها يتم عبر حرقها، لكن حرق هذه المواد البلاستيكية يؤدي إلى انبعاث مجموعة من الغازات السامة في الهواء، هي تلوث بذلك المزروعات وأيضا تلوث الفرشة المائية. الحياة البحرية هنا زهرة هي الأخرى مهددة بخطر دمار غير قابل للإصلاح، إذ يعتقد أن نحو 10 ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها المآل في قاع المحيطات كل عام، حيث يستغرق تحلل قنينة واحدة من البلاستيك مدة زمنية كبيرة تصل إلى 450 سنة، لأن تحلل البلاستيك يندرج تحت عمليات التحلل غير الحيوي، بمعنى أنه لا يتم بواسطة الكائنات الحية المختلفة المسؤولة عن عملية التحلل مثل بعض أنواع البكتيريا والطحالب والكائنات المجهرية المحللة الأخرى. الأحياء المائية هي الأخرى نادية مهددة بالانقراض بسبب كل هذه الملوثات. نعم زهرة، وكما قلت في الملوثات الكيميائية والملوثات المرتبطة أيضا بالبلاستيك يمكن أن تتراكم على مدى عقود من الزمن وتغير من الخصائص الطبيعية للمياه. ينتج عن هذا التغير في الخصائص نفوق الأسماك، وهذا ما نلاحظه مثلا بشواطئ مدينة الفنيدق. هذه الملوثات تدفع بالسمك إلى القفز خارج الماء أملا في البحث عن بقعة ماء
خالية من التلوث دون أن تدري للأسف أنها ستموت، وقيل أيضا أنها تقفز خارج الماء لكي تنتحر لأنها تتعذب بسبب مياه ملوثة فتقفز بحثا عن الموت. ظاهرة نفوق الأسماك حصلت في السنوات الأخيرة بكثرة في عمالة مضيق الفنيدق، وذلك بسبب عامل رئيسي وهو رمي المخلفات بشتى أنواعها إلى البحار. والصور التي لاحظنا وصلتنا من جمعية أبطال الفنيدق الذين يقومون بالغوص في المياه لأجل جمع كل هذه النفايات، نشكرهم جزيل الشكر. وبهذه المناسبة، مناسبة يوم العالمي للأرض، على غرار الجمعية التي ذكرتي، لاحظنا عدد كبير من الأنشطة. نعم. بهذه المناسبة. نعم، رصدنا مجموعة من الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للأرض طيلة الأسبوع. من بين هذه الجمعيات جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض، والذين نظموا حملة تنظيف جمع النفايات بغابة مديونة بمدينة طنجة. الغابة هذه تعد متنفسا طبيعيا لساكنة المدينة وزوارها، حيث شارك في هذا النشاط عشرات التلاميذ ينتمون لعدد من المؤسسات التعليمية بمدينة البوغاز. وكان الغرض تحسيس الناشئة بأهمية المحافظة على البيئة. متابعة في الموضوع ضمن روبورتاج لفؤاد عزوزي، محمد الريشي وفؤاد غيتور. صبيحة بيئية عاشها تلاميذ مدينة طنجة وهم يشاركون في حملة تنظيف غابة مديونة. الأكياس البلاستيكية امتلأت عن آخرها بنفايات يلقيها للأسف مرتاد هذه الغابة، وينحني الأطفال لجمعها. النشاط يدخل ضمن الحملة الوطنية الرابعة لتنظيف الأوساط الطبيعية. جينا لهاد الغابة وجمعنا عملنا حملة توعية بجمع النفايات، واستعملنا النفايات في لوحات تشكيلية. تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض الحملة الرابعة لحماية الأوساط الطبيعية بمشاركة أزيد من 20,000 مشارك و22 موقع على الصعيد الوطني. بمناسبة اليوم العالمي للأرض أنشطة تحسيسية لفائدة الأطفال عبر ورشة للرسم وسط الغابة، بالإضافة إلى توعية التلاميذ بضرورة المحافظة على المواقع الطبيعية للمدينة ذات الأهمية الإيكولوجية. احنا اليوم في رهان في حلقة بين حلقات مسلسل حماية الأوساط الطبيعية في المغرب. الاختيار ديال غابة مديونة هو اختيار استراتيجي لهذا الموقع من أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ليس فقط على المستوى الوطني إنما على المستوى العالمي. حملة تحسيسية في غابة مديونة، خاصة وأن هذه الغابة فقدنا منها أكثر من 300 هكتارا في الحريق الذي اندلع العام الماضي. أكبر خطر يتهدد غابات مديونة وكاب سبارتل والرميلات بمدينة طنجة هو الحرائق التي أتت العام المنصرم على أزيد من 230 هكتارا من الغطاء الغابوي. نادية، الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للأرض لا تزال متواصلة. نعم، متواصلة للأسبوع الثاني أو الأسبوع الأول بعد هذا التاريخ، وهو 22 من هذا الشهر، احتفالا باليوم العالمي للأرض، حيث تنظم جمعية الكرارمة للتنمية والتضامن بدائرة أبي الجعد من 23 أي اليوم إلى 30 من هذا الشهر حملة تحسيسية للسكان المجاورين للحزام الأخضر، لحثهم على ضرورة المحافظة على الحزام الأخضر من الاندثار باعتباره المتنفس الإيكولوجي الوحيد المتواجد بالمنطقة وأصبح يتعرض مؤخرا للتخريب. ونحن نعلم جيدا ونعي أهمية الحزام الأخضر الذي يلتف حول المدن ويحميها على المستوى الطبيعي. إذن أنتم أيضا وفي انتظار المزيد من التفاعل مع الفقرة البيئية وأيضا مزيد من الإبداعات التي تصلنا منكم، مشكورون الابتكارات أيضا في المجال البيئي. وكما العادة ننتظر المزيد منكم عبر عنواننا الإلكتروني citoyen@ecolo.ma، وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي dezen.bea، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هي هذه العناوين رهن إشارتكم لتبعثوا بابتكاراتكم البيئية، أو حتى إذا كانت لديكم مواعيد بيئية فابعثوا لنا بها عبر هذين العنوانين حتى نعلن عنها. وأيضا المواضع الأخرى لن نبثها في الفقرة البيئية وحدها فقط زهرة، بل أيضا طيلة نشرتنا الإخبارية. بالتأكيد نادية اليوبي، المواعيد بك يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. شكرا جزيلا لك.